خير. ارتكبت خطأ أم لم ترتكبه؟ استوجبت العقاب أم لا؟ القضية الليلة لا تبحث عن أجوبة على تلك الإشكالية، بل ندخل سجن النساء لنتقصى كيف تمضي المرأة محكوميتها، كيف تعد الساعات والليالي قبل أن تخرج من جديد ربما لسجن أكبر جدرانه صنعها التمييز الاجتماعي وقلة الرحمة والمسامحة. الليلة في لأني امرأة نسأل عن التمييز الحاصل بحق المرأة داخل السجن وبعده. شهادات حية لنساء اختبرن السجن وخبراء واختصاصيون يشرحون القضية لإيجاد سبل للتخفيف من وطأة المسألة. أنتم أيضا مشاهدين رأيكم يهمنا. يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامجنا. البداية مع تقرير بالأرقام. إذا كانت الأرقام تشير إلى أن عدد النساء السجينات أقل بكثير من الرجال داخل السجن في عالمنا العربي، إلا أن ذلك لا يخفف من المعاناة والتمييز لتلك النساء اللواتي دخلن السجن، منهن بفعل ارتكاب جريمة ومنهن ضحية مؤامرات كما يصفن أنفسهن. الأرقام تشير مثلاً إلى أن عدد السجينات اللبنانيات لا يتعدى 4.9% من مجموع المساجين، في العراق 2.6%، في البحرين 4.7%، الأردن 4.6%، المملكة العربية السعودية 5.7%، اليمن 1.6%، الكويت 13.8%، قطر 14.7%. تختلف أوضاع النساء السجينات بين بلد وآخر، لكن بعض المشاكل توحد وضعهن أينما كانوا. مثلاً غرف مكتظة مع عدد كبير من السجينات، وجود نسبة كبيرة من السجينات الأجنبيات اللواتي تنتظرن ترحيلهن إلى بلادهن، ما يؤدي إلى زيادة نسبة الاكتظاظ داخل السجن. نقص في الخدمات الصحية من طبابة وأدوية، ونقص في الحاجيات اليومية الضرورية. العزلة الاجتماعية التي تعاني منها أغلب السجينات، بحيث أن نسبة كبيرة منهن لا يتلقين زيارات من الأهل. عدم فرز السجينات حسب نوع الجريمة وحجمها، بحيث يوجد في الزنزانة ذاتها مرتكبي الجرائم البسيطة مع الجرائم الكبيرة، مما يعلم السجينات مهارات إجرامية لم تكن متوفرة لديهن. غياب عمليتي التأهيل والإصلاح في السجون وفي الإصلاحيات. في دراسة اجتماعية أعدتها دكتور أسماء التويجيري، أن حوالي نصف السجينات في مدينتي الرياض وجدة دخلن إلى السجن بسبب ارتكابهن جرائم أخلاقية، وأن غالبية السجينات عدن للجريمة بعد خروجهن من السجن في المرة الأولى. كما أن العائدات للجريمة من مرتكبات الجرائم الأخلاقية يعدن لهذه الجريمة مرة واحدة بنسبة بلغت 56.2%، في حين بلغت نسبة لا يعدن لهذه الجريمة مرتين 24.7%، وبلغت نسبة من عدنا ثلاث مرات 13.7%، بينما نجد أن نسبة من عدنا لهذه الجريمة أربع مرات فأكثر لا تتجاوز 5.5%. أما بالنسبة لجريمة السرقة والمخدرات وجريمة القتل والتزوير، فبالرغم من وجودها إلا أنها ترتكب بشكل طفيف إذا استثنينا جرائم المخدرات التي ترتفع قليلاً، فقد بلغت نسبتها 47.1% للعائدات لهذه الجريمة مرتين، ونسبة 41.2% للعائدات للجريمة مرة واحدة، وبنسبة 5.9% للعائدات لهذه الجريمة ثلاث مرات.
عليا لم تكن تعلم أن العقاب لن ينتهي مع خروجها من السجن، بل إنها ستدخل صندوقاً آخر لينتظرها وجع آخر لا مدة لمحكوميته. مثل عليا عدد كبير من النساء اللواتي اختبرن السجن ولم يخرجن منه رغم أنهم تحرروا من قضبانه. لما نطلع قول يا الله يا ريتني ما طلعت، يا ريتني بعدني جوا. جوا العالم تتحملك تتقبلك، برا ما حدا عم يتقبلك. هي امرأة دخلت السجن بتهمة المخدرات، وهي عانت ما عانته داخل قضبان السجن. الله لا يفوت حدا لجوا ولا يجرب حدا، لأنه تجربة كتير صعبة وثقيلة. يعني أنه تعرفي حد ما عنده حدا، حدا بيطلع عليه لأهله ومنتسه. هي خرجت من السجن فإذا بها تواجه نوعا آخر من العقاب، نظرة مجتمع لا يرحم. ليش العالم ما بتتقبل؟ إنه طب ليه؟ مش حرام؟ إنه أنا غلطت أوكي، لازم العالم توقف حدي، تواسيني، تعطيني أشياء منيحة، تفهمني. مش كلهم ضدي، كلهم ضدي، العالم ضدي، المجتمع ضدي. طب ليه؟ حرام. يعني هيك بالعكس بيصيروا يشجعوني أكتر إنه أرجع أعمل أشياء ما بدي إياها. يعني أهلي بطلوا يتقبلوني، أخواتي، أختي أكتر بدك. قالت لي ممنوع تفتح بيتي أحلى ما تزعيلي ولادي. يعني تصوري لوين أختها الوحدة. كتير برا ما تلاقي شغل، ما حدا كان يشغلني مع أنه معلمة وكل شيء، بس ما كنت لاقي شغل، يرفضوني. ما في ولا واحد انغرم فيه بس يعرفني إنه كنت بالحبس، يبعد عني، يبطل يحبني. إنه كل وحدة بتحب تنغرم ويكون عندها بيت وعائلة ومستقبل وتخلف تجيب أولاد، بس أنا ما صارت معي. لأنه كل ما أحكي مع حدا، حدا يقول له كانت الحبس شو بدك فيها. وهل من تمييز بين سجين سابق وسجينة سابقة؟ لو فت جمعة، لو فت يوم، عرفتي؟ خلاص بيعتبروك انك انت خاطئه وانت فت على الحبس. مره مش نظيفه فت على الحبس. لا، الرجال ارحم من المره. يسوع المسيح عليه السلام لما شاف مريم المجدليه هاجمين عليها، قال لهم ما منكم بلا خطيئه فليرجموها بحجر. بقى اذا الله بيسامح العبد ما بده يسامح ليه؟ أكثر من بحث حول نساء اختبرن السجن أفاد أن عدداً كبيراً منهن فضلن لو بقينا داخل قضبان السجن ليوفرن السلبية التي تنتظرهن بعده. ننتقل عبر سكايب إلى فلسطين مع صمود سعدات، باحثة ميدانية في مؤسسة الضمير. مرحباً أستاذة، كيف هي حال السجينات الفلسطينيات بعد تجربة السجن؟ أي تمييز يتعرضن له؟ يعني بداية تتعرض المرأة الفلسطينية للاعتقال بشكل مستمر كغيرها من شرائح المجتمع الفلسطيني، بحيث بيستخدم الاحتلال سياسة الاعتقال كسياسة عقاب جماعي لمختلف أفراد الشعب الفلسطيني. طبعاً المرأة الفلسطينية تتعرض للكثير من الانتهاكات وسوء المعاملة وامتهان لكرامتها الإنسانية منذ لحظة الاعتقال الأولى. يعني هناك نساء يجري اعتقالهن من الشارع من خلال مشاركتهن في مظاهرات واحتجاجات ضد سياسات الاحتلال وإجراءاته، وهناك أيضاً نساء يتم اعتقالهم من خلال الاقتحامات الليلية للبيوت في ساعات الليل المتأخرة، حيث يتم اعتقالها أمام أفراد أسرتها وأمام عائلتها. نعم. وهناك أيضا نساء، وهذه السياسة برزت في الآونة الأخيرة وتحديدا بعد هبة أكتوبر واندلاع وتصاعد وتيرة المواجهات بين الفلسطينيين وأيضا جنود الاحتلال، جرى اعتقال نساء أثناء إطلاق الرصاص المباشر عليهن وإصابتهن بإصابات منها خطيرة.
طبعاً بترافق عملية الاعتقال الأولى أيضاً، يعني ما بعد عملية الاعتقال الأولى يستمر الانتهاك وتستمر الإهانة للمرأة الفلسطينية، سواء بنقلهم لمراكز توقيف وتحقيق تفتقد لمعايير الحياة الإنسانية العادية ومعايير الحقوق الإنسانية. بتتعرض خلالها المرأة الفلسطينية للتحقيق المستمر لساعات طويلة مع استخدام متنوع لأساليب التعذيب النفسي والجسدي، وأيضاً ممارسة سياسة التفتيش العاري اللي هي تمتهن كرامة الإنسان الفلسطيني أو الإنسان بشكل عام، ووضعها تحت ظروف نفسية وجسدية ضاغطة من أجل الضغط عليها أكثر. وتستمر أيضاً ما بعد فترة التوقيف والتحقيق الأولى أيضاً وجودهم في سجون الاحتلال الصهيوني، أيضاً بظروف لا إنسانية، منها وضعهم في غرف مكتظة نتيجة طبعاً تزايد الاعتقال للنساء في الفترة الأخيرة نتيجة الظروف السياسية. وأيضا يعني هناك في نقدر نحكي إهمال الطبي لهم، نقدر نحكي إنه سياسة التفتيشات، سياسة الاقتحامات، سياسة عزلهم عن يعني وضعهم في سجون داخل مناطق 48 اللي هي طبعا تتطلب عزلهم عن واقعهم الاجتماعي وال نعم. أستاذة سعدات شكرا لك. ماذا لو سألنا الشارع عن دخول المرأة إلى السجن؟ كيف يرى الموضوع؟ وهل يرتبط الرجل بمرأة عاشت تجربة السجن؟ نتابع. ارتبط بواحدة خريجة سجون، يعني ممكن ارتبط بيها لو أخلاقها بقت صالحة ليظلم البت معايا، يعني كده لا ما بتناسبني. ممكن بجوز هي معها حق مثلا لسبب مثلا يكون الحق معها. اكيد طبعا عملت حاجات مش كويسه كتير، يعني اتسجنت ليه؟ اكيد في غلط. ما حتى ان الرجال معرض يفوت على السجن، امي اختي انا خي، وهذا يعني اذا انسان فات على السجن بنرفضه. حبس عنا يعني انه بينزع اكتر ما بيفيد، فلازم يبقى في تأهيل في السجون. عندنا احنا عندنا في السجون مفيش تأهيل للناس دي انها تطلع مؤهلة نفسيا وعقليا وكل حاجة. ماني مضطر، فيش مشكلة، المرأة في أي جميع الحالات تبقى امرأة يعني بعقلي بتزبط. طبعا فكرة ان هي خلفية من السجن دي حاجة يعني محتاجة طبعا اتعامل معاها وافكر كتير. مش ده مجتمع ومش دي تربيتي ومش اسلوبي في الحياة. يعني لو جات لي رسالة سماوية تقول الانسانة دي فعلا تابت، لكن مفيش حاجة زي كده بتحصل. اوقات المسجونين بيكونوا بريئين يعني مش هيك؟ إذا بريئة باخدها هي وأمها وإختها والعائلة كلها باخدهم. المجتمع ما يرضاش. إذا تهمت رأي ممكن، إذا تهمت والله عند ناس ظلمة معلش، بس إذا مخدرات ولا دعارة طبعا لا. رغم أن تجربة السجن تلقي بظلالها على من عاشها سواء كان رجلا أم امرأة، لكن التفاعل الاجتماعي مع القضية يختلف. سألنا الدكتورة ليلى البهنساوي أستاذة علم الاجتماع من مصر، لماذا يتقبل المجتمع أن يدخل الرجل السجن أكثر من المرأة؟ إجرام الرجل وإجرام المرأة ونظرة المجتمع للاتنين بتبقى مختلفة عندنا شوية في الثقافة العربية أو في الثقافة المصرية بشكل خاص. بنقول ان اجرام الرجل متنوع حتى في الجرائم، لكن اجرام المراه ودخولها عالم الجرائم بتعد ظاهره اجتماعيه في كل المجتمعات، وليها نسب وليها انواع من الجرائم معينه بتلتحق بيها المراه، وبتختلف باختلاف العصر. زي ما احنا بنقول دلوقتي في جرائم الانترنت، جرائم كذا، الجرائم نفسها ونوعيه الجرائم وطريقه الممارسه بتختلف باختلاف العصر وباختلاف ظروف المجتمعات نفسها، لكن ثقافه كل مجتمع مختلفه في النظرة لإجرام الرجل أو إجرام المرأة، بغض النظر عن العوامل أو الظروف اللي بتدفعهم لارتكاب نوعية معينة من الجرائم. يمكن إحنا في الثقافة العربية أو في الثقافة المصرية بنعد إجرام المرأة نوع من أنواع الوصمة، لأن إحنا لما بننشأ رجل بننشأ فرد واحد بس، جريمته، الممارسات اللي عملها، العقوبة اللي بيقضيها مهما اختلفت هو الوحيد اللي بيتحمل النتائج المترتبة على ده.
لكن احنا لما بننشأ امرأة بننشأ أسر بعد كده، ما بتبقاش هي لوحدها، هي مسؤولة عن أسرة ومسؤولة عن أبناء، فلما بتلتحق بها وصمة ممارسة جريمة معينة أيا كانت، وخاصة جرائم الشرف والزنا والحاجات دي كلها، الوصمة دي بتلتحق بأبنائها وبأسرتها، وده الفرق ما بين إجرام الرجل وإجرام المرأة. هي بتتحمل العقوبة مش لوحدها، لكن أسرتها وأبنائها بيبقوا شركاء معاها في تحمل هذا العبء أو الأثار المترتبة على ده، وده الاختلاف ما بين الاثنين. أما الاثنين أمام القضاء فبيبقوا سواسية، لكن إحنا هنا الممارسات الاجتماعية بتاعتها أو وصمة الناس أو نظرة المجتمع للمرأة بتبقى مختلفة شوية، لأن المجتمع بيعول عليها كثيرا في التنشئة، في الإعداد، في القيم. المرأة مسؤولة عن جزء كبير أو زي ما إحنا بنقول مثلا هي مسؤولة عن نص المجتمع وبتربي النصف الآخر. نحن بننظر للمرأة نظرة العطاء، نظرة التنشئة، نظرة العطف، الواحة اللي بيلجأ إليها كل شخص عشان يقدر يعيش حياة سوية، فلما بنلاقي منها عكس الصورة ده بيبقى قاسي شوية من قبل المجتمع ومن قبل الناس في الحكم على هذه المرأة بشكل عام. أتابع لأني امرأة والقضية الليلة التمييز الحاصل بحق المرأة السجينة. معي من الأردن وعبر الهاتف إيفا أبو حلاوة، محامية ومديرة مركز ميزان القانون. أستاذة إيفا، تحدثنا عن انتهاكات عديدة تتعرض لها النساء السجينات، ألا يكفل القانون وضعا سليما للسجينات؟ وما هو برأيك سبب تلك الانتهاكات؟ القانون الدولي يهتم اهتمام خاص بالمرأة السجينة، يعني القانون في الأمم المتحدة تم إقرار قواعد نموذجية دنيا لمعاملة السجناء بشكل عام، وقبل 5 سنوات أقرت قواعد خاصة للنساء السجينات سميت بقواعد بانكوك. طبعا سميت بقواعد بانكوك لأنها كانت بناء على اقتراح من حكومة تايلاند. لا، في اهتمام خاص بموضوع النساء السجينات على مستوى الأمم المتحدة. المقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة أصدرت تقرير عن المرأة السجينة وربطت ما بين العنف الذي يمارس ضد المرأة خارج السجن وما بين وجودها بالسجن، في علاقة ما بين ما تتعرض له المرأة خارج السجن من عنف وتمييز وتهميش ودخولها السجن، قصتها، قصة حياتها، قصة ما تتعرض له من مشاكل من انتهاكات هي في كثير من الأحيان تؤدي بها أن تكون بالسجن. ففي اهتمام القانون الدولي وفي قواعد خاصة أن المرأة أيضا ممكن تكون حامل، ممكن تولد، ممكن يكون في عندها أطفال، والقانون الوطني والقانون الدولي بيسمح لها أنها هي تحتضن أطفالها حتى سن سنتين بما لا يتعارض مع مصلحة الطفل الفضلة. هلا السبب يعني انه المراه السجينه بتتعرض للانتهاكات اكثر، اولا انه وضعها الاقتصادي مختلف عن الرجل السجين، يعني وضعها الاقتصادي في كثير من الاحيان ما بيمكنها انها تفكر المحامي، فبيكون هذا يعني احد اشكال الانتهاكات اللي بتتعرض لها المراه، انه قد تطول مده توقيفها او تكون غير قادره على الدفاع عن نفسها لانه ما عندها امكانيه توكل محامي. الموضوع الاخر هو موضوع وصمه العار. بتعرفي خاصه في المجتمعات العربيه وجود المراه بالسجن يعني بيعرضها انه لموضوع العيب والتهميش والوصمه، وممكن يؤدي انه مجتمعها الخارجي، اهلها، اصدقائها ما يتواصلوا معها، فالزيارات اللي بتتعرض لها المراه السجينه اقل من الزيارات اللي بتتعرض لها الرجل واقل اهتمام. نعم. وهذا كمان بيؤدي الى مزيد من التمييز، مزيد من الانتهاكات. هذا السجن بحد ذاته بالضبط، يعني اصلا كل ما كان السجين اقل اتصال بالعالم الخارجي كل ما صار في انتهاكات اكثر بتتعرض لها. نعم. لكن في قواعد بالقانون الدولي مثلا يعني موضوع المساواه، موضوع عدم التعرض للتعذيب، هاي قواعد دوليه عرفيه، يعني سواء كانت الدوله مصادقه على الاتفاقيات الدوليه او غير مصادقه، هي ملزمه انها ما تعرض شخص لاي نوع من انواع التعذيب او التمييز. نعم. أستاذة إيفا أبو حلاوة، محامية ومديرة مركز ميزان القانون من الأردن، شكرا لك.
قد تدخل المرأة السجن بعد ارتكابها جريمة أو جنحة، لكنها قد تدخله أيضاً ظلماً بعد استغلال أحدهم لضعفها. السيدة التي التقيناها ورفضت الفصح عن اسمها ووجهها تحدثت عن ظلم تعرضت له. صراحة تعرفت على شخص مثل أي صبية، يعني ما كنت بعرف شي كتير عنه غير أنه شخص عم يهتم فيي، عم روح ونجي، عرفني على أصحابه، صرنا كتير قراب من بعض. بعدين بكتشف بعد فترة أنه هن أشخاص عندهم مشاكل سابقة مع الدولة. أكيد أنا شو بدي يعرفني، يعني ما بعرف شي خاصه بالموضوع، وبيجي يمكن شكاوى عليهم أو شي، وكان اسمي بين الأشخاص الموجودين. اتصلوا فيي وطلبوني على التحقيق، رحت لحالي. سو بتخيل لو كنت عاملة شي من القصص اللي اتهمت فيها ما كنت بروح أنا بإجري، مثل ما البقوة هربوا. بعد فترة سنة وست أشهر، سنة وسبعة أشهر، انلقت الشخص اللازم ينلقت لأنا قدرت أطلع من هيدا المحل. بكل دول العالم إذا حدا عليه شيء أو عامل شيء شو ما كان، إذا اللي بده يعنفه إذا هي مرة، اللي بيعنفها مينيموم يكون مرة. بلبنان لا، بتتعنفي من الرجال لو أنت مرة، ضمن التحقيقات وغيرها. تهمت بسرقة كمان سيارة بتاريخ أنا كنت موقفة فيه. يعني كيف ممكن أطلع من السجن أسرق أنا وأرجع فوت؟ أكيد في عنصرية، لأنه وقت كنا ننزل على الجلسات أنت بقلك مثلاً كلمة الدركة أو غيره بتمشي ساكتة، بس الشباب عندهم أكتر فوعة وما في نظام فوق، سو بيخافوا من ردود فعلهم. يعني إذا طلب سيجارة هو رايح على الجلسة تبعه، لو بده يدخنها بالكلوار بيعطيه سيجارة الدركة، بخاف يقله لا طما يعمل شغب. سو أكيد بخافوا منهم أكتر ويتعاملوا معهم بغير طريقة ما بتعاملوا معنا. اللي تعرضت له قبل ما فوت وجوا وبعد ما طلعت خلاني أصير أقوى. أقوى لأرجع وأقف على إجري، أقوى لأرجع أقول للعالم كله أنه أنا آخر همي، أنا إنسانة، كل إنسان بيغلط. إلى العراق، حيث يجب التوقف عند وضع السجينات والانتهاكات الحاصلة معهن. معي عبر الهاتف الأستاذة باسكال وردة، رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان. أستاذة وردة، زيارة للسجون مع منظمة حمورابي لحقوق الإنسان كانت كافية بقلب كل الموازين، هل يمكن وضعنا في الصورة؟ وما هي أبرز الانتهاكات التي رأيتموها؟ أعتقد هي مسألة لربما تحتاج بعد عمل. هذه الزيارة كانت زيارة مهمة جدا وتاريخية، بحيث دخلنا كأول منظمة عراقية تدخل سجن النساء وتخرج بتقرير موجه إلى السلطات وموجه إلى الجهات المعنية لمعالجة الأوضاع داخل السجون. النساء داخل السجون مثل ما هي حال السجون العراق بشكل عام، لكن سجن النساء صراحة يعني كان موضع بحث إلي ولا يزال، وحاليا أيضا عندي هذا المشروع إن شاء الله قبل نهاية السنة راح أكون أقوم بهذا المشروع اللي هو العودة إلى السجون وزيارتهم و يعني جعل تقرير يحسن من الوضع. الانتهاكات شتى ومن أنواع يعني قاسية جدا،
ما يخص خاصة المحكومين عليهم بالإعدام، كان هناك يعني وضع غير مقبول نهائيا، وضع يحتاج أكثر إنسانية. وهو كتبت في تقرير لقريتور لربما أنه الامرأة كان ممنوع عليها أنه تغير ملابسها أو تتحمم إلا مرة واحدة في الشهر، لأنها محكوم عليها بالإعدام، وهذا شيء غير إنساني. بما أن الشخص محكوم عليه بالإعدام فإذا لا يعني لا يحتاج المزيد من التعذيبات والأمور غير الإنسانية. الشغلة الأخرى هي تربية هؤلاء الشابات خاصة، وكان هناك الكثير من الشابات نساء صغار بالعمر، أنه كيف إصلاحهن، كيف أعطاء فرصة لمواصلة الدراسة وإن كانوا في السجن. وكان هناك 5 من النساء الشابات يواصلون دراساتهم. هذا كان إثر زيارتنا الأولى لسجن الأحداث 2009. هذه الأخيرة كانت 2012، بس الأولى كانت 2009 ضمن لجنة حكومية كنت أني عضو بيها، كانت لجنة حكومية من أجهزة الأمنية زائد مجتمع مدني، اللي كان اسمي كان خلا سيد المالكي كمجتمع مدني. فكنا اقترحنا بأنه الأحداث محتاجين مواصلة الدراسة لإصلاحهم، لأن المستقبل هو إلهم، والمستقبل يجب أن ينزلوا ويرجعوا إلى المجتمع ناس أصحاء واستفادوا من السجن، وليس تدميرهم في السجن وتعذيبهم المتواصل. فأنا أعتقد كان هناك أكثر من سنة تقليب موازين عن السجون بالعراق أثر هذا التقرير اللي أتى بأوضاع جدا قاسية كانت، وحتى يعني كان هناك تهديدات، وكان هناك يعني حكي زائد على هذا التقرير لأنه كان قوي جدا. وعني يعني من جاوبت الناس والمسؤولين أنه هذا نقطة في بحر مما أني رأيته، مما أني سمعته من السجينات. أستاذة باسكال وردة، رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، شكرا لك. فاصل ونتابع بعده لأني امرأة. نتابع حلقة الليلة من لأني امرأة، والقضية تتمحور حول التمييز الحاصل بحق السجينات. سألنا القسطوني سكاف عن رأيه في القضية على ضوء الكتاب المقدس. رب يسوع بيدعي دايما حتى ننصف المظلوم ونوقف حد المقهور، وخصوصا لما يكون في أشخاص مأسورين. لما وصف يسوع ووصفت خدمته وصفت أنه كمان إجا لأجل المأسورين، فهو عنده عاطفة خاصة كمان الرب للناس المحجوز حريتهم. فكيف لما تكون امرأة وضعيفة وفي السجن؟ فتعليم الكتاب المقدس جدا بحضنا حتى نرفض أي عنف وأي ظلم تجاه المرأة، بالعكس وتجاه أي إنسان. التعليم المسيحي ضد هيدا التمييز، والتعليم المسيحي بحث الإنسان حتى نستغل فرصة أي قهر وظلم لنبدي رحمة زيادة ومحبة زيادة. وبدي أقول كمان أنه السجن ما حدا منا ما بيغلط، ومين ما كان معرض أنه يمكن يفوت على السجن، والسجن مفروض يكون مكان للإصلاح مش مكان للقهر والتعذيب. مشاهدين، مشاركتكم تهمنا، يمكنكم إبداء آرائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامجنا الظاهرة على الشاشة. أيضا سألنا الشيخ محمد النقري عن رأيه في القضية على ضوء التعاليم الإسلامية. طبعا بالنسبة لي المرأة التي دخلت السجن فهي دخلت لتؤدي عقوبة ما، عندما تخرج إذا خرجت وهي تائبة
فهي تعود لها حقوقها وواجباتها، ويجب أن تعامل معاملة الإنسان الكريمة. فالتائبون هم بأعلى المراتب عند الإنسان المؤمن. الذي يخطئ لا نستطيع أن نحاسبه دائما على خطأه، فإذا تابت المرأة وصلح أمرها فأهلا بها، وهي تعامل مثل الأخريات. تجربة السجن ليست سلبية بالمطلق، لها وجه آخر يتحول إلى إيجابي إذا ما عرفت النساء كيف تستفيد منه. إلى مصر، حيث حولت سيدة تجربة السجن إلى درس وعبرة. عندي 50 سنة وعندي 3 أولاد، بنتين وولد. أنا كنت بشرب مخدرات، وبعدين يعني من حوجة الفلوس بعت مخدرات، وقعدت فترة طويلة ببيع، وبقى عندي صبيان في الشارع، يعني بقيت المعلمة بتاعتهم. كنت بشرب وكنت أعرف ناس كتيرة طبعا بتبيع، واستلفت مبلغ كبير لما كان مفيش فلوس في البيت، وبعد كده حبيت أسد المبلغ، معرفتش، عنديش أي باب رزق. يعني بشتكي لحد صاحبي وبقول له ان انا يعني ما معيش فلوس وكده، اداني لفه فيها نص كيلو بانجو اول بدايه ليا، يعني اتصرفت فيها وبعتها للناس اللي انا مثلا كنت بشرب معاهم، واتبسطت قوي ان انا بقى معايا فلوس. يعني بشتغل في 3 حاجات، برشام وحشيش وبانجو. اتحبست 5 سنين، هو سجن يعني، فاهمه؟ يعني 4 حيطان، ما بتناميش وقت ما انت عايزه، ما بتقوميش وقت ما انت عايزه، في فراغ قاتل جدا. السجن يطلعك حاجه من الاثنين، يعني يا تطلعي كويسه قوي يا تطلعي وحشه قوي. وطبعا انت عايزه تطمني على عيالك، مش عارفه، ده يعني شيء جامد جدا، يعني خاصه لما تعرفي ان فيهم حد عيان وما جالكيش مثلا الزياره. يعني ربنا استخدم الشيطان اللي هو فرحان ان انا ما بحضرش الاجتماع ولا بصلي، في اني اخش الاجتماع واعرف المسيح جوه. طبعا الخادمه لما صلت وعملت كده وحضنتني وهي بتعيط، اثرت فيا جدا يعني، وقالت لي صلي ورايا. قولي له يا رب يسوع. انا قلت لها انا مش قادره اصلي لان انا بحب المخدرات جدا، وفي نفس الوقت انا لما هخرج مش هبطل بيع، لان شقتي ضاعت وعفشي ضاع وعيالي اتبهدلوا وانا مش موجوده، وابقى خارجه عايزه اعوضهم اللي هم شافوه. فهي قالت لي طب لو سمحتي صلي زي ما انت عايزه، صلي وقولي له يا رب انا عندي نقطه ضعف ان انا مش قادره اما اطلع ابطل. وقعدت تحكي لي ان انا اهم من العصفوره، يعني ربنا بيبعت رزق العصفورة. هل ربنا لما ابقى بنته واترمي في حضنه يسيبني ويبعت رزق العصفورة؟ وجوه السجن اتنكست مرة تاني، انا في السجن اتنكست مرتين. لو يأستي ورجعتي تاني زي ما كنتي ومسكتي فلوس، انت مش هتعرفي تنامي مستريحة وانت عندك فلوس. انا بعرف انام وانا مستريحة وانا مش معايا فلوس. 24 ساعة كنت عندي قلق مستنية الحكومة تطلع عليا. فطبعا مفيش سلام، عارفة؟ معاكي فلوس كتير قوي بس مفيش سلام. أنا عندي سلام. من مصر إلى لبنان معي عبر سكايب جورج غالي، مدير البرامج في جمعية ألف، جمعية لبنانية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان منذ 1996. سيد غالي، ما هو العمل في ظل كل الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة السجينة للتخفيف من حدة التمييز ضدها؟ يعني أحد أهم المشاكل اللي عم نواجهها بلبنان بالسجون النساء هو غياب الأطر أو الأنظمة القانونية التي تأخذ بعين الاعتبار حاجات النساء خلال التوقيف. نعم. وهي حاجات العلاقة بالصحة الجنسية، بالصحة الإنجابية، يعني تخلي أنه أميرات السجن بطريقة فردية عم بيطبقوا أنظمة أو أساليب تحمي أو بتعطي بعض الحقوق أو بتعطي بعض الحاجات للمرأة، ولكن لا ما زال لهلأ القانون ما بينظر بهذا الخصوص. هلأ النساء بلبنان مقسمين على 3 سجون،
سجن زحلة، سجن بعبدة، وسجن بربر الخازي. تقريباً القدرة الاستيعابية للسجون كتير صغيرة. في تقريباً حوالي 261 مرة موقوفة بلبنان سنة لحديث بحسب أرقام سنة 2016. 169 منهم ما زالوا قيد التحقيق أو ما زالوا موقوفين قبل المحاكمة. سيد غالي شكراً لك. بين النصوص والنفوس تختلف القضية التي يتحكم بها القانون وأحكامه. سألنا القاضي المتقاعد الشيخ عمر نوفل من فلسطين، هل تأتي أحكام القضاء مخففة عندما يكون المتهم امرأة؟ نتابع. القانون نظر في هذه المسألة إلى أن المرأة تتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات، فبالتالي إذا كان لها حق تأخذ حقها كاملا، وإذا كان عليها واجب يتعين عليها أن تؤدي هذا الواجب كاملا. فبالتالي فيما يتعلق في مسألة القوانين نجد أن القانون لا يفرق بين المرأة وبين الرجل، نظرا لأن هذا الإنسان هو مكلف، له ذمة مالية مستقلة وله حقوق، والمرأة بنفس الطريقة لها ذمة مالية مستقلة ولها حقوق عليها واجبات، فإذا ما قصرت فيما عليها من حقوق تعين أن تؤدي هذه الحقوق كاملة. فبالتالي أجد أنه لا فرق بين الرجل وبين المرأة فيما يتعلق بالأحكام القضائية. فيما يتعلق بالجرائم، إذا يعني المرأة ارتكبت جريمة فهي تعتبر يعني إنسان وهي مكلف شرعا، فهذه الجريمة ترتب عليها حقوق، إما يعني حقوق للآخرين وإما يعني حق وللحق العام. فإذا ما كان حقوق للآخرين يتعين أن تؤدي هذه الحقوق كاملة، فبالتالي القانون ينظر إليها على أنها إنسان ولا ينظر إليها إلى أنها يعني امرأة والأصل أن تخفف العقوبة. لا، هي إنسان كما لها حقوق عليها واجبات يتعين أن تؤدي هذه الواجبات. نعم. من فلسطين ننتقل إلى اليمن مع المدير العام لمؤسسة السجين الوطنية الأستاذ فضل محرز. ما هي أستاذ فضل أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات اليمنيات وكيف يمكن التخفيف من حدتها؟ بالنسبة للسجينات في المجتمع اليمني، أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها قد تكون طول فترة المحاكمة. المجتمع اليمني لا يقبل عودة السجينة بعد خروجها من السجن في المجتمع، فهناك معاناة كثيرة للمرأة اليمنية وبالذات السجينة. يوجد في سجون الجمهورية اليمنية 155 سجينة، ويوجد 76 طفل مرافق لأمهاتهم في السجون. الانتهاكات أن هناك تأخير في قضايا النساء في المحكمة، تظل المحكمة يعني من 5 إلى 6 إلى سنة في طور المحاكمة. هذه الفترة تعد انتهاك صارخ للقانون وتأخير لقضايا النساء. نعم. المجتمع لا يقبل خروج المرأة لتعيش في المجتمع مع أهلها، وبالتالي لا بد أن توجد هناك دور إيواء وتسمى دور المعنفات. هذه الدور تستقبل المرأة بعد خروجها من السجن، وبالتالي هناك قضايا جديدة في ليست في القانون، وهي قضايا يعني تعتبر انتهاك لقضايا المرأة أنها تسمى عندنا فعل فاضح. هذه ليست موجودة في القانون، وتودع المرأة عليها السجن، وبالتالي يعني تعتبر عدمت الحياة تماما في السجن. فبالتالي الأطفال المرافقين لأمهاتهم، يوجد تقريبا 37 ذكر و 32 أنثى من الأطفال الذي لا تجاوزوا عمر 5 سنوات 4 سنوات. نعم. هؤلاء يتربوا في السجون، فعدم أخذ هؤلاء الأبناء إلى دور حضانة غير السجون يعتبر أيضا انتهاك لحقوق هذه المرأة. تسجن ويسجن طفلها معها، وتحكم بفترة قد تطول، يعني الآن توجد من 5 إلى 6 إلى 7 سنوات بعض السجينات دون مراعاة لجانب أو لحقوق المرأة في الجانب الإنساني الذي كفل لها القانون. نعم. نعم.
الأستاذ فضل محرز المدير العام لمؤسسة السجين الوطنية، شكرا لك. ختام لحلقتنا الليلة مع الأمل، مع تحويل السجن إلى واحة للتعبير والعلاج، مع الممثلة زينة دكاش التي اختارت التعبير المسرحي داخل السجن كفرصة لإنقاذ النساء من العزلة. بشرنا بال2007 بسجن رومية بمشروع كانت مدته 15 شهر موجه لناس محكومة، يعني مينيموم حكمة 5 سنين، مؤبدات، إعدام، جريمون قتل. كانت فعلا الفكرة أنه نجيب العلاج بالدراما على السجن، هالناس تعبر عن حالها، تكتشف حالها، يعرفوا ليش صارت الجريمة معهم، شو الأسباب اللي أدتهم، فعلا يكون في مخطط لمستقبل لو كان هالمستقبل داخل السجن. كان أول بروجي اسمه 12 لبناني غاضب. هالمشروع مش بس أدى إلى مسرحية وفتحت أبواب السجن وإجوا الناس حضرون، هن عم بيعبروا عن حالهم، يعني كل اللي قالوه بالعلاج بالدراما نعمل له دراماتورجية معينة، مشاهد، مونولوجات، أيام مشاهد فيها 3 أشخاص، أيام رقصات هن طلعوا فيها، بس كله طلع من داخلهم وتوجه للجمهور. خلص المشروع، انتج فيلم يلي هو 12 Angry Lebanese دوكيومنتير يلي ربح 8 جوائز بالعالم، يلي هو مش بس المسرحي، وعم فرجيك كواليس كل هالعمل، انترفيوات مع هالسجناء، شو استفادوا، شو صار معهم. خلص 12 لبنان غاضب، طلع صوت النسوان انه ليش رجال بس نحن ما بنعمل معنا. فعلا حبس بعبدا كان اول خيار يلي هو سجن النساء محط. كنا هونيك بال2011، بقينا لاواخر 2013 عم نعمل مشروع سميناه شهرزاد. نفس الخبرية، دراما ثيرابي، العلاج بالدراما بيؤدي إلى مسرحية تفتح أبواب السجن، ناس بتدخل بيسمعون، وكمان ينتج الدوكيومنتير اللي تسمى يوميات شهرزاد. هون فرحوا كتير النسوان، فيلمون أخذ 10 جوائز عالمية، بالوقت رجال 8 جوائز، هي ما بنسيها لأنه كله كانوا كتير سعيدين إنه فيلمنا أخذ 10. أنا شو استفدت وشو حبيت بشغلي بالسجون، أنت عم تعطي بالنهاية لناس عن جد هن بحاجة. وبضلني أقولها لكل العالم، يعني السجن بيخبر عن مجتمع المرأة، يعني إذا بتشوفي أي متى بتقتل، أغلبية الأوقات، أنا ما عم بعمل جنراليزاسيون، عنف أسري، مجوزين عمرها 12، مجوزين عمرها 13، مغتصبة هي وصغيرة، في حقد بيبنى. وفعلا كل ست، يعني بتشوفيها مش كل، بس إذا عم نحكي 90% النساء المعادين بالحبوس القتل قتل جوزها. بتقولي لا ليه؟ بتقولك رحت على الدارك ما حدا حماني، قدمت دعوة ما أصلا القانون مش حميني، بحكي لأهلي بيقولي عيب رح تجرسينا. دونك فوالا، مشروع شهرزاد دوع هالموضوع، وهون ضم صوته لعدة جمعيات مجتمع مدني كان عم بينادي بإمضاء بقى، يعني يمرق قانون لحماية المرأة من العنف الأسري، جمعية كفا مثلا. بدعي الله يفرجها علي، اطلع لبرا حرة وقوية، دخلك يا ربي نجوم العالي، يفتح الباب ونطلع منها. ايوه. السجن تجربة مرة، لكن مرارتها أبعد من العقوبة وأكبر من الأحكام. هي تلك الوصمة التي لا تفارق من عاش التجربة، هي تلك المعاناة التي لم يعشها البشر الذين لم يختبروا السجن الأصغر، لكنهم دون أن يعلموا يسجنون أنفسهم بسجن قلة الرأفة والرحمة. تصبحون على ألف خير.